بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آخر جزئية في جزئية مادة الحيوان هي حتكون الميتابوليزم الأيض. مقدر بيننا مثلا ممكن 3 أو 4 فيديوهات، يا إما 3 فيديوهات واحد فيهم يكون بلكي هيك مطول شوية، يا إما يكونوا 4 فيديوهات. قاعد ما قررتش حق لحد هذه اللحظة، ولكن احنا نعتبره خشينا في جزئية صغيرة بسيطة جداً. للأمانة مش بسيطة من ناحية سهولتها، ولكن فكرة إن المطالب عليك في المرحلة مش حيكون هلبة، اللود مش كبير، لكن الكلام هو كل بتاخدك زي التوى ونكررون مع بعض في مادة البايوكيمستري اللي سبق وقلت لك إنك وقلت لك إن أنا عندي شيء عندي فيها فيديوهات أصلا تفيدك، وكورسات تلقوا بعضها مجاني على اليوتيوب، بعض في منصة اشرح لي، بعضها في قناتي على التليجرام. يعني في كل مكان حنلقوا بعضنا وحنكون على تواصل بإذن الله بعد ما ربي يكتبكم من الناجحين. بح، ما هو الميتابوليزم؟ شنو هو الأيض؟ كلمة أيض خلينا نستبدلوها بميتابوليزم. طب نبدأ شنو؟ نبدأ نركبه في الكلام، ولغتنا شنو تبدأ تمشي في الاتجاه اللاتيني باعتبارها اللغة المتعارف عليها عالميا. يعني بعض الناس يقول لماذا اللغة اللاتينية؟ لأنها لغة ميتة معش فيها تغير، فالمصطلحات اللي بتسمحها في اللغة اللاتينية متفق عليها في كل العالم، فدشين يعني لغة بسيطة جدا. وحتقوي لك إنجليزيتك لأنها هي جاية من يعني جذر مقارنة باللغة الإنجليزية، فالموضوع في صالحك في كل الحالات. على كل حال، كلمة ميتابوليزم، شوف ميتابوليزم اللي هو الأيض ينقسم إلى كلمتين، أنابوليزم اللي هو البناء، كاتابوليزم الهضم. ولكن توا أركب لي فوق لي بنعرف شو معنى كلمة أيض. أيض كل التفاعلات الكيميائية اللي تقوم بها خلية حية، كل التفاعلات الكيميائية التي تقوم بها خلية حية. علاش حتدير تفاعلاتها هي؟ والله يعني باش نوصل للإكوليبريوم. ما هو الإكوليبريوم؟ الاتزان. يعني حنبني مواد ونكسر مواد باش نوصل لشيء موازنة في المواد اللي تنتج لي طاقة، ومواد اللي بنخزنها باش تنتج لي طاقة، ومواد تفتح تفاعلات. التفاعلات هي تمشي وتتشابك مع بعضها، تشابكاتها هي في البايوكيمستري، في كيمياء الكيمياء الحيوية إن شاء الله في سنة أولى. ولكن توا خدي معي كلمة الميتابوليزم هي أي تفاعلات تقوم بها الخلية للبقاء بشكل حي أو للبقاء حية أو تبقى حية، لكن لغويا أصح. به، تعال لكلمة الكاتابوليزم. كاتابوليزم اللي هي الهدم. الهدم يا جماعة معناها أني شوف أني عندي مادة كبيرة في جسمي بنبخ عليها مية، ركز، بنبخ مية، بندير تحلل مائي، هيدروليسيس، هيدرو مائي، لايسيس تحلل. ناخد مادة كبيرة بنحللها بالمية باش ننتج طاقة نكسرها. المادة الكبيرة لما نفتفتها لمواد صغيرة حتنتج طاقة 100%. الطاقة هي بعدين تنقولك شن استعملاتها، ولكن الكاتابوليزم عملية الهدم، يعني هدمت مادة باش هدمتها باستعمال الماء. لماذا؟ لإنتاج طاقة. مادة كبيرة حولتها لمادة صغيرة، هنا في طاقة نجت. وشين الطريقة اللي استعملتها؟ هي هيدروليسيس. ماذا عن الأنابوليزم؟ الكلمة الثانية اللي هي الأنابوليزم اللي هو البناء. البناء يا جماعة هنا يعني حناخد مواد صغيرة وبنحولها إلى مواد كبيرة، وفي العملية هي يعني حنحتاج طاقة. شوف هنا ديما نقوله الهدم سهل ويطلع فلوس، لكن البني صعب، الإعمار صعب يا جماعة. الأنابوليزم شيء صعب. فإذا توا الميتابوليزم منطقي نقول شيء يا إما كاتابوليزم، ومش هنترجم لك بالعربي، أنا بوليزم مفروض أنت توا شيء شديت معاي الكلام. هذا أول حاجة. الكاتابوليزم مادة كبيرة بنحولها إلى شيء مواد صغيرة، الاتجاه زي توك سهل. به، هنا ايش استفدتني؟ استفدت ATP طاقة. شنو هي ATP؟ صورة الطاقة، عملة الطاقة في جسمي هي ATP. حلو. بين الأنابوليزم أنا عندي مواد صغيرة هي نفسها، باش راك شوف 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 شنو حبيبي، المواد هي نفسها نحولها إلى
مواد كبيره. به الاي تي بي هنا شنو بنعاود نستغلها، بناخذ الاي تي بي. فاذا انا شنو استهلكت، لو بتستهلك اي تي بي معناها انا ولا كتا، انا استهلكت انتج طاقه كتا. اتمنى ان تكون احنا توا يا جماعه نبغى نتكلم على حاجه قانون احنا نعرفوه من الفيزياء، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. قوانين الطاقه هذه قوانين تشمل حتى البشر، الخلايا ما تقدرش تصنع او تنتج الطاقه من العدم. هنا بنتطرق لكلام اسمه الطاقه، تعريف الطاقه، شن هي الطاقه؟ الطاقه هي القدره على احداث جهد، هذا باللغه العربيه الفصيحه. انت قادر، اي شيء يخليك تقدر تدير جهد فهو طاقه بكل بساطه. والطاقه في منها نوعين، كاينتك حركي زي الحراره مثلا، او الطاقه الكامنه. والطاقه الكامنه هي اللي هي عاده الطاقه الكيميائيه، الجزيئات اللي في الروابط التساهميه. شوف الروابط التساهميه زي اللي في الاي تي بي، اللي بين الفوسفاتات، زي اللي بين السكريات، زي اللي بين الاحماض الدهنيه، زي اللي بين الاحماض الامينيه، سكريات احماض دهون، هذه شنو مربوطات كلهم بروابط تساهميه. السكريات مربوطه بجليكوسيدك بوند، الرابطه الجليكوسيديه، هذه رابطه تساهميه. الدهون مربوطه بالرابطه الاستيريه. الاحماض الامينيه مربوطين بالرابطه البيبتيديه، البيبتايد بوند. هذا من ثلاثه روابط تساهميه قويه جدا. تكسيرها باستعمال الماء ينتج طاقه كبيره. الطاقه هي شن تعتبر؟ تعتبر كامنه. كيف كامنه؟ هي كانت رابطه ما تتوقعش انك لما بتكسرها زي اللغم تطربك في وجهك. هذه شنو؟ هذه الطاقه التساهميه او الطاقه الكامنه. اما الطاقه الكيناتك الحركيه فهي زي الحراره، حراره تتحرك في الاجسام يعني ولو وجدت الحراره الاجسام تبدا تتحرك او الجزيئات تبدا تتحرك. نعطيك مثال، خذ ميه وغليها. لو غلينا الميه شو بيصير؟ الجزيئات تتحرك، هذه طاقه حراريه. اما الكامنه فاني شنو؟ طاقه كيميائيه خصوصا في الروابط التساهميه. ممتاز. توني لو حولت، هل نقدر نحول من طاقه كامنه الى طاقه حراريه؟ طبعا، وهذه قوانين اسمها الثيرموديناميك. الثيرموديناميك الحراره الديناميكيه، هذه كلها شنو يعني الطاقه. نختصرها عليك في الفيزياء وانشرح لك في درس فيزياء يعني. الطاقة يمكن أن تتحول من صورة إلى أخرى. نعم، على كل حال احنا شن أنواع جسمي، شن أنواع الطاقة اللي ينتجها جسمي يعني شن أنواع الطاقة اللي ممكن ينتجها ككائن حي؟ عندك طاقة ميكانيكية. الطاقة الميكانيكية هي اللي تحرك حركة العضيات أو العضلات مثلا هذه شني، أو حتى حركة الأجسام داخل الخلايا، هذه طاقة حركية ميكانيكية. طاقة نقل زي شني الغشاء، صوديوم بوتاسيوم بومب، هذه طاقة تعتبر شني تستهلك أو نستعمل في الطاقة لإنتاج العمل. إحنا قلنا شني الطاقة هي القدرة على إنتاج عمل. شنو هو العمل اللي نبيه في جسم الإنسان؟ إما حركة أو نقل أو مواد كيميائية زي شني إندرجونيك أو إكسرجونيك، شنو اسمه، أو خلينا نقول إندرجونيك هي اللي بندفع فيها الطاقة. شنو هي الاندرجونيك؟ صبرك عليا، مش نتكلم عليها توا، بشوي بشوي. بح شن عملة الطاقة في جسم الإنسان؟ عملة الطاقة في جسم الإنسان هي الـ ATP. هذه العملة زي مثلا العملة الرسمية في العالم الدولار مثلا، عملة الجسم ATP. شن هي الـ ATP؟ هنايا هذه جليكوسايد ولا نيوكليوسايد ولا نيوكليوتايد؟ لو تقول في نيوكليوسايد فانت صحيح. هاي هنايا في ذره، الذره الخامسه، شوف شنو يشد هنايا، فوسفات 2 3، هذا شيء مركب ولا اسمه ادينوسين تراي فوسفات. الرابطه هذه تساهميه، والرابطة هذه تساهمية. الرابطة هذه جليكوسيدية حتى هي تساهمية، لك احنا ما نكسرش فيها، احنا نخدم على هذه وهذه. هو جسمك يبدأ شني
يبدأ يجي يكسر أحياء، تطربك طاقة كبيرة، تعطي شني، تعطي القدرة على إنتاج عمل. شنو هو العمل؟ ميكانيكي، نقل، أو كيميائي نصنع به روابط جديدة. فهمك الفرق بشوية بشوية. تو أنا لو درت حاجة اسمها فوسفو أنهيدرايد، الرابطة هي اسمها فوسفو أنهيدرايد، هي بي أو بي، هي فوسفو أنهيدرايد. هي الرابطة هي لو كسرتها، لو درتم، لو ضفت لها مية H2O2، احنا مش قلنا بنكسره باستعمال الماء بالهيدروليسيس، شين بيصير؟ تتحلل وتبدأ يعني تطلع الطاقة ونستفيد منها به، وتزيد استقرار. على فكرة الأجسام الاي تي بي يعتبر مركب مشحون unstable، يتخلص من الطاقة يرتاح. لأن أنت تبدأ تضبط النظام كأن في حاجة في خاطرك تبي تقولها، هو عنده طاقة يبي يفرغها. فلو حللنا بالمية تمشي الأمور، تبدأ الاي تي بي، يبدأ اي دي بي ثم اي ام بي. فلو نسألك من المستقر أكثر، اي ام بي اللي هو أحادي الفوسفات، ولا الاي تي بي الثلاثي الفوسفات؟ أحادي الفوسفات أكثر لنا شني ثباتا، لنا مستقر بح. تمام. تو يا جماعة نبي نفهمك بين الفرق بين اندرجونيك واكسرجونيك رياكشن. شوف، اندرجونيك معناها في طاقة بتخش في المركب، اكسرجونيك بيطلع الطاقة هذه. شنو كيف نفهمها بالضبط؟ شوف معاي اللقطة هذه. سبستريت معناها مادة متفاعلة، احفظ الكلمة سبستريت، مهمة جدا. سبستريت معناها مادة متفاعلة، برودكت معناها مادة منتجة انتجتها. فهي سبستريت مادة متفاعلة اللي هي المواد المتفاعلة، وبرودكت المادة الناتجة. فهنا يقلب لك السبستريت برضو تفاعل ويعطي برودكت. لو كان، شوف، لو كان السبستريت صغير والبرودكت، شوف شو منديره، البرودكت كبير، معناها انا شندرت، انا اخذت الاي تي بي وحولتها الى اي دي بي. الطاقه اللي كانت عندي الاي دي بي وين مشت؟ هنايا. هذا التفاعل يسمى، يطلق عليه اندرجونيك. اندرجونيك معناها الطاقة خشت هنايا، خشت في الناتج، فقدت طاقة، طلعت في الناتج، حولت مادة صغيرة لمادة كبيرة. انابوليزم ولا كاتابوليزم هو؟ لو تقول في انابوليزم معناها انت صح وفاهم معي. سبستريت كبير بهي، وحولتها الى برودكت صغير. هنا الطاقة هي وين بتتركب، بتاخد اي دي بي وبتتحول الى شني؟ الى اي تي بي. هنا يعني توك طلعت طاقة، طلعت طاقة، شوف هي خشتك اي دي بي، خشت صغيرة طلعت كبيرة، والكبيرة هي صغرت خلاص. يعني الناتج فتفت المادة والطاقة اللي فيها، جبت واحد عيل ما عندهاش طاقة اي دي بي، تعالي خدي الفوسفات هي ولي اي تي بي. إذا أنا نعمت عليها، بينما في البني وأنت صغير خديت الـ ATP اللي عندها طاقة ورديتها ADP وأعطيت الطاقة لميني؟ للبرودكت. العملية هي اسمها، هي لقطت من الصغير الكبير exergonic. علاش exergonic؟ شو معنى exergonic؟ معناني طلعت المركب، طلع طاقة السدية. لو قدرت تفهم معاي الفرق بين exergonic واندرجونيك، exergonic هو الكاتابوليزم، اندرجونيك هو الانابوليزم. لو تبي تحفظ، اندرجونيك اي تي بي يولي اي دي بي، اكسرجونيك الاي دي بي بيولي اي تي بي. بس هذا هو بح. الاي تي بي عرفناه مركب طاقه، هل هو المركب الوحيد؟ هل في الدنيا دولار بس كوحده طاقه او كوحده فلوس؟ اكيد في عملات ثانيه زي اليورو، زي الباوند، زي 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 زي. تعال خذ معايا هنا حاجه اسمها كو انزيمز، وباش تفهم العمليه صح ونتبعدوا على الفلوس ونخلوها جسم وتبدا تخش معايا في جسم. انا اعتبر فيك كبرت معايا تو. فهي الكو انزيم، او خلينا نقول لك اسمع، تفاعلات الاندرجونيك وتفاعلات الاكسرجونيك تحدث عن طريق الانزيمات،
ممكن انت تو قاعد فكره الانزيمات مش فاهمها. الانزيم هو ماده لا تدخل في التفاعل ولكنها تسرع حدوث التفاعل مليون مره. هيك زي هيك بكل بساطه، ماده A ماده B بتحول السبستريت الى برودكت او البرودكت الى سبستريت. كل جسمك يتم في العمليات هاي بمساعده انزيمات. الانزيمات اذا هي اللي شني، هي اللي تدير لي في كل الخدمه في جسمي. مني الانزيمات، ركز معي. الانزيم نظام ليبي جو شني، جو بالله عليك نبي حد يسيرني. الانزيم يبي مساعد انزيمي لي. المساعد الانزيمي هو نسمه فيه كو انزيم. كو يعني الرفيق، كو كومراد على رفيق. باي الكو انزيم هو هذا ممكن يكون اي تي بي. الاي تي بي يعتبر مساعد انزيمي باي، لكن انا ما بيش اعرفك على الاي تي بي، انا بنعرفك على حاجات ثانيه. الكو انزيم اول حاجه ممكن يكون اورجانيك، ماده عضويه زي الاي تي بي مثلا، او ماده ان اورجانيك. شو معنى ان اورجانيك واورجانيك؟ اورجانيك اتفقنا عضويه، بعد الان اورجانيك النفي لها ماده غير عضويه. الماده الغير عضويه عاده ميتال. شو معنى ميتال؟ جمعت لي اسمه في الروك، ميتال روك باهي مزينين مثلا. ميتال هذا شيني، هذا مثلا Fe plus 2 Cu plus 2 اللي هم حديد نحاس، هذا ممكن ياخذوا ويخدموا مساعدات إنزيمية، مساعدات إنورجانيك. أما هنا عادة تكون كوإنزيم فيتامين زي فيتامين بي 2 فيتامين بي 3، وهذا اللي من هو اللي هو الفات، وهذا اللي هو مني الناد. وهذا اصلا انا كل الدوايا باش نجيبك للزوزة ما نقولك اسمع، هذا ضد مساعدات انزيميين. المساعد الانزيمي هذا الفيتامين بي 2 ناد اورجانيك، والناد الفات هو البي 2، والبي 3 هو الناد، والناد هذا شني والفات يكونوا كو انزيم. والكو انزيمز هو وحده طب نتكلم لك عليها تساعد الانزيم ويستقبلوا الكترونات. تو بشويه 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 يعني بشي هنا تو شوف شوف نكتب لك حاجات تو غايه في الاهميه. الفات طبعا اسمه فلافين ادينين داينوكليوتيد. فلافين ادينين داينوكليوتيد صبوره خذها كيف، فلافين ادينين داينوكليوتيد هذا يساوي فيتامين بي 2. هذا بيستقبل اكسبت اكسبت، وهي المفروض نقول اكسبت باعتبار ان نتكلم على حاجه واحده اكسبت باهي 2. شوف 2 هيدروجينز، الهيدروجينات ما شنو هما، نقدر نقول 2 الكترون لان الهيدروجين هو يا بروتون يا الكترون، فاحنا ديما نقول شنو يستقبل زوز هيدروجينات. باش شنو يولي؟ يولي فات، خليني نكتبها لك في الوساعة باهي، يولي فات اتش 2. لاحظ قداش استقبل توا، كان فلافين ادينين داينوكليوتيد توا ولا فلافين ادينين داينوكليوتيد هيدروجينات، جات زوز هيدروجينات. هادو نمشي بعدين في الالكترون ترانسبورت تشين، سلسلة نقل الالكترونات. شو معنى سلسلة نقل الالكترونات؟ هو بيمشي للميتوكوندريا بيسلم الالكترونات، بيمشي تبدا لقطة الالكترونات. الالكترونات بيك تتخيلهم معي كانهم الكرة الملتهبة جمرة، فهي الانزيمات تبدا تباصي فيها لبعض هيك، ففي سلسلة بتاعك لا 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 اعطاني الكترون سخون انت تنت اللي بعد جد وهكذا وهكذا لين الالكترونات هما يمشوا للاكسجين مية وتتكون وتنتج عليه الفادة هو زوز اي تي بي، زوز اي تي بيات. اذا معلش شنو بنقول لك انا، الفاد هو فيتامين بي 2 صح، يخدم ككو انزيم صح، يعطي زوز يستقبل اسف يستقبل زوز هيدروجينات وهذه تسمى اختزال، ويعطي زوز هيدروجينات تسمى اكسده بعدين. لمين بيعطيها؟ بيعطيها الميتوكوندريا. الميتوكوندريا بعدين تستقبل زوز هيدروجينات في حاجه اسمها الكترون ترانسبورت تشين، سلسله نقل الالكترونات هي حتنتج في النهايه زوز اي تي بيات. يعني الفات قديش تعطي زوز اي تي بيات. شكرا شكرا، عفوا عفوا. ماذا عن شنو اسمه الفلافين او نيكوتينامايد ادينوسين او ادينين داينوكليوتيد؟
في نيكوتين امين ادينين داينوكليوتايد. ناد، الناد هذا شنو يساوي؟ فيتامين بي 3 صح ولا لا؟ هذا لما يستقبل، حتى هو يستقبل في زوز الكترونات. شفت وغيرت لك بدل ما نديلك زوز اتش زوز الكترونات، نفس الشيء نفس المعنى. شنو يولي النات؟ شنو بيولي بعد ما يكتسب؟ يولي نات. شوف هي نات اتش بلس اتش. علاش ما كتبتش زوز هيدروجينات؟ لان كل واحدة تركب في مكان وبطريقه مختلفه، فيقول لك نات اتش زائد اتش. تقدر تقول نات اتش 2 لمستواك انت في ماده الحيوان عادي، لكن انك تو نتكلم مع كبار، تكلم مع تريس تقوحر، صعب نقول لك، صعب نرضاها لك. يعني لو اني دكتور نقول لك ناد، تقولي فادتش تو عادي، لكن ناد اتش تو منظرك وحش، يعني يهمني يكون منظرك كانك ماشي بتخطب لما ماشي للطب. فناد اتش بلس اتش هي يا اخي تكون تندرع هي بوزيتيف، وهذه لا. شو يكون قديش بيعطي؟ بيعطي عاده 3 اي تي بي. برضه لحظه، هو سلم، هو سلم زوز الكترونات، قديش اعطاها؟ 3 اي تي بي. شنو بنقول؟ الناد يعطي 3 والفاد يعطي زوز، صح ولا غلط؟ صح. الناد والفاد كانهم صور طاقه غير شيك مصدق. الشيك مصدق هو يحمل قيمه لكنه مش اي تي بي، مش فلوس. الشيك المصدق صح ولا لا؟ هذو كانهم شيكات مصدقه، او كانهم يورو وانت تبي دولار، او كانهم دينار ليبي وانت طحت في يورو وكذا، فلازم تمشي تصرفهم. وبنصرفهم في بيت الطاقة. شنو هو بيت الطاقة؟ ميتوكوندريا، عن طريق إلكترون ترانسبورت تشين اللي نمشيني بعدين نفهموها. بح أنا هيك مازال لي نبي نتكلم عليه فيتامين بي 5. البي 5 شنو اسمه؟ كوإنزيم. حتى هو كل الفيتامينات بي، تسمع بي 1 بي 2 بي 3 بي 5 بي 6 بي 9 بي 12 هيك زدان، فيش بي 7 فيش بي 8 وما فيش بي 4. بهي واحد اسمه فيتامين، او خلينا نقوله كو اي. كو اي كو اي هو انزيم كو اي، هذا كو انزيم، كو انزيم اي هيك اسمه، نكتبه لك هيك كو انزيم، مسمين المساعد الانزيمي اي، يختصر فيه بكو اي، عندي راه يساوي هذا الشيء. شو بيساوي؟ بيساوي لي فيتامين بي 5. هذا جاي من حاجه اسمها بانتوثينيك اسيد، حمض البانتوثين، بانتو قلبتها بانتوثينيك، بانتوثينيك اسيد، هذا اللي جاي منه كو اي، الكو انزيم اي. هذا حتى هو بيساعد على الأكسدة والاختزال، لكن شنو يدير؟ هذا يشد في الأحماض الدهنية خصوصا، ويشد في ويبدأ شنو يبدأ يرفع فيها ويكسر فيها. فأنا لما متى بقول لك أسيتايل كو اي، ساكسينايل كو اي، جلوتامايل كو اي، أي شيء كو اي معناها شنو؟ الكو اي راي فيتامين بي 5. بهي يا جماعة، يا جماعة نبي نعطيك توا مثال هيك صغيروني على أشهر عملية إكسيرجونيك موجودة في التاريخ. أشهر عملية إكسيرجونيك، لو سمجوا زي نقول جلوكوز ولا جلوكوز؟ ها اتفقنا نقوله جلوكوز. هذه الصيغة الكيميائية للجلوكوز، 6 ذرات كربون ضعفها هيدروجين وزيها أكسجين، يعني 6 هي كربون 6 اكسجين و12 هيدروجين، هذا اسمه جلوكوز. بحيل لو بنضيف له 6 اكسجينات، 6 اكسجينات شن حينتج المركب؟ حينتج 6 ثاني اكسيد الكربون، هذه عمليه التنفس الخلوي في جسمنا، زائد 6 H2O، زائد عندك شني 36 الى 38 ATP جزيء السكر الواحد. هي عمليه شنو تسمى؟ تسمى انرجي، صح ولا لا؟ لاحظ ان السكر الروابط الجليكوسيديه اللي كانت فيه لما كسرتها اللي هي روابط التساهميه اعطتني 6. شوف هي انقلت الكربون، انقلت الكربون الى شنو اسمه، الى المي، الى الاكسجين، فدرت 6 CO2، انقلت 6
ستة هيدرو أو إيه هيدروجينات، 16 هيدروجينة انقلتهم للأكسجين. أنا بالضبط انقلت الهيدروجين إلى الأكسجين، درت أكسدة واختزال. أنا أكسدت السكر واختزلت الأكسجين، فشن صار له؟ فصار لي إنتاج كبير للطاقة، قصدي جسمي واقف على أكسدة واختزال. نعم، شو معنى أكسدة؟ قريت 12 هيدروجين هي طلعتهم لك مع الأكسجين، هنا الهيدروجين هي ربطتهم بالأكسجين فولى CO2 6، واستمرت العملية. هذه دقيقة هي حناخدوها بالتفصيل، ولكن مبدئيا أنا قديش أخذت طاقة؟ أخذت طاقة، تعرف قديش تقدر بالكيلو كالوري؟ هي كلها تقدر بالستة 8-6 كيلو لكل كالوري. لقطة هذه وحدة قياس عدد الكالوريات اللي يحرقها لك السكر. لقطة هي لقطة يعني أنت ما تبيش تحضرها، ما تبيش تفهمها، لكن الفكرة إن الطاقة هي كبيرة هلبة على الخلية. لهذا عملية تحلل السكر تتم على مراحل في وسط مائي، باش الحكاية ما تتفجرش داخل الخلية. تحكي على مفاعل نووي الخلية، فإحنا شنو؟ طاقة هي كبيرة هلبة، فتتم على مراحل وتتم شنو في درجة حرارة منخفضة نوعا ما، باش شنو وأهم حاجة وسط مائي، بعدين تنتقل الإلكترونات بالشكل اللي تكلمنا عليه. في النهاية أنا توا الخطوات هي متاع تكسر الجلوكوز نقدر نقسلها لك إلى كم حاجة. شوف معي، الجلوكوز حيولي بايروفيت، مادة أو مرة ممكن تسمعها معي اسمها بايروفيت. الجلوكوز شنو ولا؟ ولا بايروفيت. هذه خطوة فيها فيديوهات بروحة كورس كامل هو طهي. ثم البايروفيت يدخل إما تنفس هوائي أو تنفس لا هوائي. فهي لو تنفس هوائي اللي هو ايروبيك بهي، فهيخش لدورة كربس. أما هذا لو ما خشش في الهواء يخصي لفر منتيشن تخمر، هنا حينتج لاكتيك أسيد حمض اللاكتيك، لأن ما فيش أكسجين. هذا اللي يصير في العضلات ويبدأ يتوجع فينا العضلة، هذا اللاكتيك أسيد بهي أو لاكتيك أسيد أو حمض اللاكتيك. أو هنا اللي هي شين الكريبس اللي هي تتحول إلى CO2 زائد H2O وبعدين من الكريبس تتحول شيني إلى حاجة اسمها إلكترون ترانسبورت تشين. يعني معلش بس شوف، الجلوكوز يتحول لبايروفيت، البايروفيت خطوة رئيسية، لا هوائي بنتخمر بنتحول إلى لاكتيك أسيد وبنعطي زوز ATP فقط. أما لو خشت الكريبس فبنخش بنعطي طاقة كبيرة، الطاقة الكبيرة هي لازم نحولها، بنعطي شيكات يعني بنعطي ناد وفاد، بيمشوا بعدين الإلكترون ترانسبورت تشين وحولوها إلى ATP. الكلام هو كله يسمى التنفس الخلوي، إن شاء الله ناخدوه في الفيديوهات الجاية. ينتهي الفيديو اللي نعتبره طويل هلبة، أصلا أن نكون وفقت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.